اخر الاستعدادات واخر تطورات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ مدينه السلام في نسخته الرابعه. زي ما حضراتكم عارفين بدانا تغطيتنا الحصريه في الوطن، ومتابعين مع حضراتكم حتى ختام المؤتمر. بنتكلم ونقول لحضراتكم انه دي القاعه الرئيسيه ودي اللي هتكون فيها البدايه خلال الساعات القليله المقبله، وهيكون طبعا المؤتمر ومنتدى شباب العالم تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تعلمون. بنتكلم وبنقول انه شباب في هذه القاعه ممثلين ل 169 196 دوله حوالين دول العالم. بنتكلم سجل على المنتدى او الموقع الرسمي لمؤتمر الشباب اكثر من 500,000 مشارك، وطبعا في ممثلين زي ما قلنا ل 196 دوله. بنتكلم اعداد غفيره جدا، التنظيم اكثر من رائع، شايفين التزام بالاجراءات الاحترازيه بشكل اكثر من رائع، شفنا تكنولوجيا عاليه جدا في مواجهه ومكافحه جائحه كورونا، في روبوتات كانت موجوده بتجوب القاعه والقاعات الاخرى، بتحرك في تعقيم ذاتي بكل الطرق الحديثه، يعني احدث طرق عالميا. يعني بنتكلم تقريبا يعني احنا قدامنا وقت قليل جدا، وتكون الجلسه الافتتاحيه لمؤتمر او منتدى شباب العالم. في الحقيقه هنا كل الشباب فخور، كل المشاركين فخورين. كان معانا من دقائق عدة لقاءات من بعض الشباب اللي من جنسيات مختلفة، كلهم مبهورين من التنظيم في ظل إجراءات كورونا إزاي بيتم بهذا الشكل. خلينا أقول لكم إن كل تفصيلة متعلقة بهذا المؤتمر بتؤكد وبتقول إن في جهد كبير مبذول في هذا العمل حتى يصبح بهذا الشكل، بهذا الشكل الذي يليق بمصر، الذي يليق بشباب مصر. يعني بنتكلم النهارده ده تقريبا الحدث الاهم والابرز على مستوى العالم المتعلق بالشباب، مؤتمر او ايفنت واحد بيجمع كل الشباب الممثلين لكل دول العالم. ما اعتقدش ان ممكن تبقى في دوله قدرت او استطاعت تنظم يعني ايفنت بهذا الشكل او بهذا الحجم. طبعا يعني دي التفاصيل يعني اللي بين ايدينا حتى الان. زي ما حضراتكم شايفين ممثلين لكل دول العالم، شباب من كل الدول موجودين ومشاركين في المؤتمر. كل الناس بتقول تحيا مصر، المصريين بيقولوا تحيا مصر، وكل الناس العرب بيقولوا تحيا مصر لمكانه مصر والموقع مصر والوضع مصر. حقيقي يعني مصر بتحتضن كل شباب العالم في هذا الايفنت المهم جدا لتبادل الافكار وتبادل الخبرات ما بين كل الشباب على دول العالم. انا طبعا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعه، ومتواصلين مع حضراتكم في تغطيه متواصله سواء كانت على مستوى اللايف والفيديوهات على كل منصات جريت الوطن. شكرا جزيلا لحضراتكم.